على المستوى التاريخي الخبر اللي بقوله لحضراتكم ده مر بمرحلتين. المرحلة الأولى كانت مرحلة رئيس الجمهورية والقرارات اللي خرجت، والمرحلة الثانية هي اللي بدأ التنفيذ فيها النهاردة. احنا بنتكلم تحديدا عن 98 قاضية أدوا أو أدينا اليمين الدستورية النهاردة قدام المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار طه كرسوع الأمين العام للمجلس. الثمانية وتسعين، وطبعا أعضاء المجلس الخاص، الثمانية وتسعين قاضية دول زي ما قلت لحضراتكم دول النهاردة بيفتحوا باب تاريخي على مستوى القضاء في مصر، واجتماعي وثقافي كمان مش بس على المستوى القضائي. ليه؟ لأنه الباب ده كان مقفول بشكل كامل. رئيس جمهورية أصدر قرار، والكلام ده كان يوم الاثنين 4 أكتوبر النهاردة، علشان التاريخ يبقى بتعيين الـ 98 قضية في مجلس الدولة، ودول منقولين من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. لكن كمان زي ما قلت لحضراتكم هو على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي في مصر اختلف، لأنه احنا عارفين ان ده، وده مش عيب يعني، ده مش إدانة. الحكاية في انه دايما احنا اي مجتمع في الدنيا لغاية دلوقتي، مثلا المجتمع الامريكي اللي هو متطور جدا وعالي جدا في حرياته والتعبير عن نفسه الا انه لغاية دلوقتي بيحارب العنصرية. العنصرية في قوانين بتحاربها، لكن اجتماعيا لغاية دلوقتي قضية العنصرية موجودة. بص بقى على مجتمع زي مجتمعنا، طبيعي برضو ان اي مجتمع زي مجتمعنا بيبقى عنده مقاومة للتغيير، والمقاومة للتغيير دي تبدأ تقل أو ترجع خطوات لورا. إمتى؟ لما يبقى في خطوة كبيرة على المستوى السياسي فتبقى مبادرة. ساعات ممكن يقولك إيه، إحنا ناخد قرار أو نعمل قانون على المستوى التشريعي مثلا، وبعد كده الناس هتبدأ تتعود عليه أو الناس تبدأ تتعامل معاه. ده اللي بيحصل على المستوى الاجتماعي. زي ما قلت لحضراتكم بدأ الموضوع ده النهاردة، مشهد 98 قضية بدأ بهذه الطريقة، بدأ بالقرار السياسي وتم النهاردة على المستوى القضائي وعلى المستوى الرسمي، إنهم بقوا 98 قضية موجودين في مجلس الدولة.